نفذ إداريون ومستثمرون عاملون في جامعة اليرموك اليوم وقفة احتجاجية في مبنى رئاسة الجامعة بسبب عدم الاستجابة لمطلبهم بتحقيق العدالة في قبولات أبنائهم من خريجي الثانوية العامة على مقاعد الجامعة، خصوصا في تخصصات الطب والصيدلة. احتجاج أعضاء الهيئة الإدارية في جامعة اليرموك جاء بعد قرار مجلس أمناء الجامعة بما وصفوه بالتمييز بين أبناء الإداريين من القبولات والاقتصار على تسجيل أبناء الهيئة التدريسية على مقاعد الجامعة. من تجرأ وتجاوز هذا القرار وجعل الفارق بين الأكاديمي والإداري هو متخذ هذا القرار، فهو مخطئ ومخطئ ومخطئ. أنت أنت في ظرف استثنائي، الرئيس اللي قبلك ما له علاقة فيه، الله يسهل عليه، أعفوه من منصبه. لماذا أتيت؟ لماذا؟ لتصلح ما كان. من أول يوم أجيت ناويين يفشلوك. إحنا معك. إحنا معك. رئيس الجامعة وبعد الاجتماع لمطالبهم حينها حاول أن يبدي وجهة نظره. هاي مطالبات للموظفين والدكاترة وإدارة الجامعة والمجلس الأمناء مستعد يناقشها ويتبناها ويمشي فيها. معالي الوزير ومع رؤساء الجامعات، في عندنا 15% من نسبة الإداريين والأكاديميين من المقبولين في الجامعة نعطيها للكليات الطبية والهندسية. فوق ال 15% لا نستطيع أن نعطيها. سعيد جدا على المستوى الشخصي. إيش الرئيس؟ على المستوى الشخصي أنا سعيد جدا إني بشوف أبناء العاملين إداريين بيجوا معدلات عالية، لأنه نهلك حتى نوصل ابننا من كذا لكذا دروس خصوصية وتخصمنا عن هذا. وبعد اجتماع مطول اعتبر الهيلات أن نسب القبول لهذا العام منصفة وعادلة للطرفين بين أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، داعيا أعضاء الهيئة الإدارية للتقدم باستدعاء رسمي للنظر في تعديل التعليمات فيما يتعلق بالقبولات. احنا اعتصامنا ومطالبنا على أسس القبولات بالنسبة لأبناء العاملين. في عندنا أبناء العاملين مقسمين في الإداري والأكاديمي. احنا التعليمات اللي فهمناها انه التعليمات ما بتميز بين أكاديمي وإداري، الكل سواسي، بس احنا تفاجأنا بأنه هون مجلس أمناء الجامعة ورئيس مجلس الأمناء اتخذ قرار انه يكون نسبة عالية لطلبة لأبناء الأكاديميين. فابن أكاديمي معدله 92 قبل في برنامج الطب العادي، بينما ابن الإداري معدله 96 وقبل في برنامج الطب. وبالنسبة للصيدلة نفس الإشي. تتمثل مطالب المستثمرين داخل جامعة اليرموك باسترداد حقوقهم اللي قاموا بدفعها للجامعة، لأنه تعطلت مصالحهم من تاريخ تعطيل الدوام بسبب جائحة كورونا، ولغاية الآن لم يتم الفصل أو البت بهذه الحقوق. منح المفاضلة بشكل غير عادل بين أبناء الأكاديميين الذين منحوا مقاعد أكثر من أبناء الإداريين هو ما أثار حفيظة المحتجين، وهو ما يرونه تمييزا وتجاوزا على القانون ومبادئ الدستور الذي يساوي بين الأردنيين.